أبانوب ناجح يقيم في محافظة المنيا بصعيد مصر، ولكن ظروفه المعيشية اضطرته عام 2013 للسفر إلى ليبيا بحثاً عن قوت يومه، غير أنه وجد ما هو أسوأ في مدينة سرت الليبية، ما جعله يفضل العودة إلى بلدته. مرت مسكنا أنا وجماعة أصحابي من البلد من هنا، كنا قاعدين على الساحة وجت حوالي من 10 عربيات ضربوا على الناس نار، فاضطرينا إن إحنا نقف عشان ما يضربوش فينا حد ويسبونا. فلمونا تاني يوم بالظبط عرفنا اللي بره، قدروا يتواصلوا لنا في فجر ليبيا. بعدها التالت يوم بالظبط كانوا لموا الفلوس لحد ما يسوق فيه ليبي، وخد الفلوس راح طهرهم وطلع بعد 3 أيام. بس كان في ضرب وإهانة وقلة قيمة، مفيش أكل ولا شرب، يعني حاجات العقل ما كانش يتخيلها. أبانوب كان يقيم مع 20 مصرياً قام تنظيم داعش بذبحهم عام 2015، ولكن تمكن من الهرب قبل أن يلقى المصير نفسه. لم يمر على هذه الواقعة سوى ساعات قليلة حتى قامت القوات المسلحة المصرية بالرد عليها باستهداف مواقع يسيطر عليها التنظيم، رد يقول عنه مراقبون إنه يوضح آلية تعامل السلطات المصرية مع الدول التي تقع بها صراعات للدفاع عن رعاياها. من يدير الملفات هنا في الحكومة المصرية هي الجهات الأمنية طبعاً، لأنها تعتبر من ملفات الأمن القومي، لأن ليبيا تعتبر منطقة صراعات، فبالتالي تسند مهمة كل ما يخص الشأن الليبي وما يخص العمالة المصرية هناك وأبناء الجالية المصرية في ليبيا، تسند إلى الجهات الأمنية طبعاً، لأن هي التي لديها القدرة على التعامل في تلك الظروف. ويقدر عدد المصريين العاملين في ليبيا قبل عام 2011 بما يزيد على 1 مليون عامل. يوجد بعض هؤلاء في المنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق، وتتحدث تقارير عن تعرض بعضهم لانتهاكات جسيمة تعهدت وزارة الداخلية التابعة لحكومة السراج بالتحقيق فيها. طبعا الموقف دوت مش عشان اعلان القاهره بس، اعلان القاهره مهم، وقبل اعلان القاهره هو رساله سيئه للاسف الشديده جدا للاداره المصريه، ان انتم تدعمون الشرعيه في ليبيا، انتم تدعمون الجيش الليبي، نحن ميليشيات اجراميه لا تعمل وفق مفهوم الدوله الحقيقي. ومن جهتها أصدرت الحكومة المصرية قبل أعوام قراراً بمنع سفر الأفراد والشاحنات إلى ليبيا بعد تكرار الاعتداء على المصريين واحتجاز الشاحنات في ظل تدهور الأحوال الأمنية هناك. انتهاكات متكررة تتعرض لها العمالة المصرية في ليبيا، آخر ما تم الكشف عنه المقطع المصور الذي استنكره البرلمان المصري ووزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، فيما ينتظر المصريون من حكومة بلادهم رداً أكثر إيجابية. دميانة سعد، الحرة، القاهرة.